السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نقترح عليكم تشكيلة مفلحات رائعة وراقية في نفس الوقت بمقادير بسيطة وفي متناول الجميع، هكذا تفرحي بها عائلتك وتقدميها للضيوف. اكيد اكيد رايحين يعجبهم وينبهوا بهم، وهي في الاصل بسيطة جدا لكن شكلها رائع. فإذا كنت حابة تشوفي طريقة التحضير والمقادير فخليكي مع الفيديو. وأول نوع راح يكون غولي باندومي، راح نحتاجو فيه لو باندومي. أنا استخدمت لو باندومي كومبلي، عندي لو جومبون دو فولا اللي تقدروا تعوضوه بالباتي ولا بالكاشير ولا ميم بلوطون، وعندي لو فروماج بلون ناتور اللي تقدروا تعوضوه بأي جوب يكون عندكم، لافاش كيفي شيف أي جوب يكون عندكم. أول حاجة راح نديروها هي أن أنا راح نحي هذيك لاكروت ديال لو باندومي. تقدروا تخليوها بصح انا نحيتها باش تجيني لا تيكستور مقاده، تجيني لا ميم تيكستور، يعني تجيني رطب في كامل الجهات. ودوكا ناخذ ان بابي فيلم ونستف عليه هذيك لي ترونش وندير اون سورت كو شاك وحده تجيني شويه فوق الاخرى، هكذا باش يلصقوا بين بعضهم، ونجوز عليهم بالحلال ونبلاتيهم او ماكسيموم، يعني حتى يولي السمك ديالهم رقيق بزاف. وبعد ما حليت لي طرونش ديالي مليح راح ندير عليهم اون بون كونتيتي دو فرماج، يعني ندير كميه مليحه من الفرماج كما عندكم اي نوع فرماج يكون عندكم، ونطليه مليح هذاك لو فرماج، يعني نمشيه كامل على الخبز ديالي. ودوكا نجي نحط هذيك لي طرونش دو جومبون اللي قلت لكم، تقدروا ديروا في بلاصتهم الباتي ولا الكاشير ولا ديروا ميم لو طون، ونجي نرولي هذاك الخبز ديالي، نروليه بشكل عادي كيما مولفين نديروا لي بيسكوي غولي، نروليه ونضغط عليه مليح. وبعد ما روليت الخبز ديالي راح نديرو هذاك لو بابي فيلم ونزير عليه مليح، ونسي نديرلو هكذا نربطو من الاطراف باش يشد لا فورم ديالو، وندير ان بودان وبعدها ندخلو للفريجيدير يرتاح لمده ديال 20 دقيقه، وندوزو نحضرو الشكل ديالي الثاني اللي راح يكون دي ميني تارتلات شونتيير تارتا. راح نسحقو فيه لا كريم فريش اللي مادة الدسمة ديالها 35%، أنا هنايا خديت لك كريم فلوغات. عندي لو فرماج، أنا خديت لو تارتار بذوق الثوم والأعشاب، وعندي لي ميني تارتلات سالي. ناخدو الجبن ونمحكو هكدا بأليد دون فرشات، إلا متوفرش عندكم هاد الجبن التارتار تقدرو ديرو لو بورسان ولا تقدرو ديرو لو فرماج العادي، و تنسموه بشويه ديال الاعشاب مع دنوس يتو وتزيدوا له الثوم وشوفوا في الكحل، تنسموه على حساب الذوق ديالكم. دوكا زدت هذيك لا كريم ليكيد على لو فرماج ديالي وراح نطلعها بالباتور اون شونتيي.
وهذا هو القوام اللي راح نحصل عليه. راح نحصل على ان شونتي سالي بالفرماج، وهنايا درتها في بوشادي، وراح ندير دي غوزاز على لي ميني تارتلات سالي ديالي. انا هاد لي تارتلات درتهم لاباط لاباط سابلي سالي، يعني لاباط سابلي نفس هي نفس الوصفه مع لاباط سابلي اللي هما فين ديروها لي تارت ديالكم، بصح هادي سالي ما يجيش فيها السكر. كملنا لي ميني تارتلات ديالنا، راح ندوزو للنوع الثالث اللي راح نديرو بلا بيتراف. راح نسقو فيه لا بيتراف، شويه ديال الفرماج ايضا، اي نوع فرماج يكون عندكم، مغرفه صغيره ديال جو سيترون، الملح والفلفل الكحل. هذه سهله بزاف، ما علينا الا نخلطو كامل المواد ديالنا في الميكسر حتى نحصلو على ان تيكستور ولا قوام ليس، ويندمجو لنا كاع هاد العناصر. بعد ما ميكسينا كامل هادوك العناصر مع بعض، هذا هو القوام اللي راح تحصلوا عليه. راح يكون ابوبري هو يشبه شويه لاموس. وهنا خديت لي فيغين ديالي اللي راح ندير فيهم لا بيتراف ديالي، ودرت لا بريباراسيون في ان بوشادو باش تسهل لي العمليه وتجي الخدمه ديالي نقيه. دوكا ندوزو للتزيين، نبداو بالغولي بان دو مي ديالنا اللي راح نزينوه بلي طوماط سوغي قطعينا على النص، شويه ديال الزيتون الكحل، وهاد العيدان الخاصين بالمملحات. هنايا نحيو الغولي ديالنا من البابي فيلم، ونقطعوه قطع صغيره السمك اللي حبيتوه، الا حبيتوهم يجيو رقاق ولا حبيتوهم يجيو السمك اغليت شويه، نقطعوهم كامل كما راكم تشوفوا. باسكو درتو في الفريجيدا ارتاح بيان، التقطاع ديالو يجيني ساهل وما يتحليش هذاك هذاك لو بان دو مي. وكيما راكم تشوفوا هذا هو الشكل ديالو، يجي بزاف شباب وراقي، وهذيك الالوان ديال لو جومبون والخبز والابيض ديال لو فرماج جاولي متناسقين. ناخذوا العيدان نديروا فيهم حبه ديال الزيتون ونص حبه ديال لا طوماط سيريز، ونديروها فوق الخبز ديالنا، وهاد التناغم ديال الالوان يعطينا شكل بزاف شباب. انا هنايا درت زوج الوان ديال لي طوماط سيريز، عندي الحمراء وعندي الصفراء، باسكو هاد الالوان يعطيو جماليه وتانيك يفتحوا الشهيه. وهنايا لي تارتلات ديالي زينتهم بورقه ديال لو بيرسيل مع ايضا نص حبه ديال لا طوماط سوريز، عطيتهم هكذا شكل شباب. اما لي فيرين ديال لا بيتراف درت لهم هذيك لا شونتي اللي بقات لي من لي ميني تارتلات، ونص حبه ديال الجوز مع ورقه ديال المعدنوس، وفريمون عطاوني شكل شباب بزاف مع هذيك الالوان الجميله، عطات منظر بزاف شباب للمملحات ديالي. اذا كما راكم تشوفوا هادو هما المملحات ديالي. هاد المملحات تقدروا ديروهم ما بيناتكم للعائله، ترفقوهم بان سلاد ولا بان سوب، ولا تقدروا ولا تقدموهم للضيف ديالكم قبل ما يجوزوا اطاب. اذا كانت هذه هي المملحات ديالي، نتمنى انها نالت اعجابكم وانكم تجربوها عن قريب، والى ان نلتقى في فيديو جديد على قناه ماكالوني ديالي.